لليوم الثاني من بدء الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية في مصر. لم تتلقى الهيئة حتى الآن أي طلبات للترشح، رغم وجود عدد من المرشحين المحتملين البارزين الذين أعلنوا بالفعل نيتهم الترشح، وفي مقدمتهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. أعتقد أن قلة وتردد عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية هو بيعكس حالة عامة، أن بعد إعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة ثانية أعتقد أن الأمر بات محسوما لاعتبارات عديدة خاصة بالإنجازات الكبيرة التي قام بها الرئيس السيسي وللمرحلة الصعبة التي تولى فيها الحكم ونجاحه في تحقيق الأمن والاستقرار في مصر، في محاربة ظاهرة الإرهاب، في تحقيق العديد من المشروعات القومية وتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتبدو فرص السيسي هي الأقوى والأكبر في هذا السباق الرئاسي لما يحظى به من تأييد واسع وما حققه خلال فترة رئاسته الأولى. وحتى الآن فإن أقوى المرشحين المحتملين المنافسين للسيسي هو الفريق سامي عنان الرئيس الأسبق لأركان الجيش المصري. إذا كان للسيسي حظوظ قوية سواء بحكم الدور الذي لعبه في إسقاط حكم الإخوان المسلمين في منتصف عام 2013، أو دوره بدرجة رئيسية في إعادة بناء مؤسسات الدولة مرة أخرى، وهناك قطاع واسع من الرأي العام والنخبة تريد إعطاء أصواته لولاية إنسانية، لكن أيضا ربما يكون هناك حظوظ أخرى للفريق سامي عنان في أخذ نصيب من الأصوات، وبالتالي المنافسة سوف تكون قوية بدرجة رئيسية. وحسب الهيئة الوطنية للانتخابات فإن عدد توكيلات المواطنين الموثقة في الشهر العقاري للمرشحين بمحافظات مصر وصل إلى أكثر من 760 ألف توكيل ل23 مرشحا محتملا في الانتخابات، لكن أي من هؤلاء المرشحين لم يتقدم رسميا للترشح حتى الآن. ووفقا للقانون تستمر الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة في مصر حتى 29 من الشهر الحالي، لتقرر بعدها إما قبول المرشح أو رفضه تبعا لاستيفائه للضوابط والأوراق المطلوبة. أسامة عبد المقصود، الإخبارية، القاهرة.